طهران عاشت يوم استثنائي بكل ما تعني الكلمة، طبعاً لحدث بارز وهو وصول البعثة السعودية لنادي النصر بقيادة طبعاً رونالدو اللي رافع قضية على يوفنتوس. خلينا نشوف. يلا شلون استقبلوهم؟ يلا هي أشياء لا تشترى. بهذه الكلمات عبر نادي النصر عن فخره بفريقه والحالة التي أوجدها في طهران فور وصول بعثة النادي السعودي إلى إيران اليوم، حيث توافد المئات من المشجعين إلى المطار والطرقات المؤدية إلى فندق إقامة النادي القادم من الرياض، حتى أن بعض الجماهير تسلقت جبلاً بالقرب من مكان إقامة الفريق لتحظى برؤية واضحة لنجوم النصر. أما هذا الطفل فلم ينجح في رؤية نجمه المفضل رونالدو، بل وطالبه بعدم النزول في هذا الفندق مجدداً. جئنا إلى هنا كل هذا الطريق وحجزنا في الفندق فقط كي نرى رونالدو، لكنهم منعونا من الدخول، تسببوا لنا بالبكاء. لماذا لا يجب أن نراهم؟ نحن بشر مثلهم، ما الفرق؟ إذا التقيت رونالدو سأقول له لا تأتي إلى هذا الفندق مجدداً. كبار وصغار جاءوا لرؤية صاروخ ماديرا من بينهم، هذه السيدة التي سافرت خصيصاً من أصفهان كي ترى من هو رونالدو. جئت لأرى أي نوع من الأشخاص هو رونالدو الذي يريد جميع الأطفال رؤيته. ما المشكلة في ذلك؟ سلمة الأم التي ولدته، ولكني أتمنى أن يفوز الفريق الإيراني. الهتافات تملأ المكان، رونالدو رونالدو. وعلى ذكر النجم البرتغالي الذي كانت له حصة الأسد من المحبين، استقبل استقبال الأبطال ليس بحركة سي فقط، بل كانت بانتظاره لافتات ترحيبية كبيرة وضعتها بلدية طهران احتفاءً بالزيارة الرياضية. رونالدو الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيران كسائر بلدان العالم تلقى هدية فاخرة من إدارة نادي بيرسوبوليس الذي سيواجه النصر الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، سجادة فارسية من الحرير تبلغ قيمتها 300,000 ريال سعودي بحسب الصحف المحلية الإيرانية. هدى زين الدين، العربية. يعني أرفع القبعة لمن فكر بالتعاقد مع رونالدو. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.